سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب العالمين. ممكن نكون اتكلمنا في حلقة فاتت عن الأوبجكت كرييشن، واتكلمنا عن أكثر من طريقة تقريبا، اتكلمنا عن طريقتين من طرق إنشاء الكائنات داخل الجافا سكريبت. والحقيقة إن الجافا سكريبت بتديني طريقة ثالثة أقدر من خلالها أنشئ الكائنات، ليها مميزات خاصة شوية عن الطريقتين التانيين اللي فاتوا. اسم الطريقة دي يا جماعة Object Constructor Function، يعني Object Constructor Function. وأنا عارف إن كلمة Constructor مش غريبة عليك لأنك سمعتها في بداية الحلقات لما استخدمنا Constructor اسمه Date، واستخدمنا برضو Constructor اسمه New. جافا سكريبت تقريبا فيها في حدود 6-8 Constructors راح نجيلهم إن شاء الله بإذن الله ربما في الحلقات اللي جاية. طيب الطريقة اللي احنا راح نتكلم فيها يا جماعة مقسومة لنصين، وده سر قوتها. إنك في النص الأولاني بتحاول تعمل البلو برنت، بتحاول تجهز التصور اللي راح تبني عليه النص الثاني اللي هو مسألة تعريف الأوبجكت. فبالتالي انت في التصور اللي فوق ده بتحاول تحدد مجموعة الخصائص اللي راح يرتكز عليها الأوبجكت اللي انت لسه راح تعرفه في المرحلة الثانية. جميل، نبدأ بالمرحلة الأولى وفيها بنحاول نعرف فانكشن عادي جدا جدا جدا. بعد الفانكشن بندي لها اسم، وانا هكتب اسم الفانكشن تبعي بيرسون، وبعدين هبتدي احط البرنتسيس. وجوه البرنتسيس يا جماعه انت عارف اني في الفانكشن بحط البارامترز. جميل، وانا هقول ان انا عندي مثلا 2 بارامترز بشكل مبدئي، نيم و اتش. حلو كده، جميل. وبعدين هفتح الكيرلي بريسز، وانت عارف اني دايما ما بين الكيرلي بريسز وصم البدايه والكيرلي بريسز نهايه قصه حب كبيره. جميل، لما يكون معايا فاليو معينه، قيمه معينه عايز اسندها لبروبرتي معينه، خاصيه معينه داخل اوبجكت معين وداخل كائن معين، ممكن استخدم كيورد جميل جدا اسمه ايه؟ ممكن استخدم كيورد جميل جدا اسمه this. اول مره نشوف الكيورد this دايت يا جماعه، وده من ضمن الكلمات المحجوزه في الذاكره في جافا سكريبت. طلع ورقه وقلم واكتب الاربع قواعد اللي انا هقولهم لك دول. قاعده عامه، لما تشوف كلمه this في جافا سكريبت اعرف انها عايده على اوبجكت مكتوب فيه الكود. ها يعني لما تشوف كلمه this اعرف اني انها بتعود، او انا المفروض اني اشيلها واحط مكان منها اوبجكت، او يعني هي وجودها معناها ايه؟ معناها اني انا نيابه عن الاوبجكت اللي بيقول الكود اللي راح يتكتب يا جماعه. حلو؟ جميل. قاعده رقم 2، قيمه this لما نستخدمها داخل فانكشن عباره عن الاوبجكت اللي بيحتوي الفانكشن دي، تحصيل حاصل من قاعده رقم 1. انت حطيت فانكشن بعدين رحت حطيت كلمه this، ما انت اكيد عايز تقول ان this عباره عن الفانكشن اللي انت عايز اسم طالما يعني كلمه this ديت بتدل على اسم الفانكشن بيرسون. عادي يعني جدا، لان كده كده انت عارف ان اساسا الفانكشنز عباره عن اوبجكتس. جميل، قاعده رقم 3، قيمة this لما نستخدمها داخل object بتكون الاوبجكت نفسه. منطقي جدا، انت جبت ايه من عندك من قاعدة رقم 1؟ ما كلهم زي بعض. طالما في كلمة this يبقى this بتعود على الاوبجكت. والله الاوبجكت ده كان function يبقى this بتعود على الفانكشن. والله الاوبجكت ده كان object عادي يعني والله this بتعود برضو عليه. قاعدة رقم 4، قيمة this بتكون new object لما الكونستراكتور ده اللي هو new يعني نستخدمه في انشاء object. تركز على دي لان راح نتكلم عنها ان شاء الله باذن الله دلوقتي. بعد كلمه this يا جماعه، ها بعد ما كتبت كلمه this اللي معناها اني موجود في الكرنت اوبجكت اللي هو ايه؟ الفانكشن اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها بيرسون، اللي ايه؟ للبارامترز بتوعها نيم وايش. حلو خالص، ممتاز. بعمل ايه يا جماعه بعد this؟ بحط بيريود، بحط نقطه. ها جميل، وبعد البيريود يا جماعه هروح اعمل ايه؟ اروح اكتب كلمه نيم. ده معناها ايه؟ الله يسترك يا رب، انت بتحاول تعرف البيرسون وبتقول والله يا جماعه الفانكشن اللي اسمها بيرسون دي انا راح ادي لها بروبرتي خاصيه اسمها نيم. ها تمام كده، يبقى this معناها ان البيرسون فانكشن بيرسون مالها نيم، عايز ادي لها خاصيه اسمها نيم، وبعدين معامل اسناد القيم يساوي، وبعدين راح تدي لها ايه؟ الفاليو، والفاليو انا هسميها برضو نيم. هتقول لي ليه؟ هقول لك استنى شويه وركز معايا وهتيجي لك القصه ديت ان شاء الله باذن الله خلال لحظات. نعمل نفس السيناريو الجميل ده مع ايج. حلو كده، جميل خالص. حتى الآن عندنا معادلة فيها داتا
بس بلو برنت تصور بس لقيمه البارامتر، البارامتر الاولاني. طبعا انت عارف ان قيم البارامتر زياد بتتمرر وانا بنادي على الفانكشن، انت عارف كده كويس، وانا لسه ما ناديتش على الفانكشن. انا بس بقول لك اني انا عندي في البيرسون فانكشن حطيت خاصيتين، خاصيه اسمها نيم وخاصيه اسمها ايج. حلو كده، جميل جدا. وده النص الاولاني من الطريقه اني بحاول اجهز تصور زي ريفرنس مرجع الفانكشن دي. بعدين يا جماعه يجي مساله بناء الكائن. حلو، نعرف اوبجكت بجمله فقره. ماشي، الاوبجكت ده راح نسميه علي. جميل جميل، وراح الاوبجكت ده راح نسند له قيمه. القيمه دي بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن نيو. لما تشوف عباره عن نيو، لما تشوف يا ربي عباره عن نيو، لما تشوف كلمه نيو اعرف ان انت بتحاول تدرج الكونستراكتور. نيو ده بيحاول يدرج لك حاجه جديده. حلو الكلام كده يا جماعه، جميل جدا. طيب بعد كلمه نيو هعمل ايه بعدها؟ بقى راح اكتب اسم المعادله اللي راح تساعدني في اني ابني الاوبجكت ده اللي انا لسه كنت عامل لها من فوق رايتنج، يعني انا قلت هي الريفرنس بتاعي. جميل، نيو ايه بقى؟ نيو بيرسون. الكلام ده بيرسون هي نفسها اللي انا غلطت فيها. جميل، تقريبا بيرسون خلينا ننسخها زي ما هي كده، بيرسون هي كده مظبوط. جميل يا جماعه، بعدها هروح احط الايه الاثنين برينتزز دولت. وانت عارف بقى طالما حضرتك حاطط فوق في المعادله اثنين برامترز نيم وايش، يبقى لازم من تحت تبتدي تكتب لي، هتبتدي تكتب لي الارجمنتس القيم بتاع البرامترز دول. وعندي الفاريبل اللي اسمه علي ده، فانا هحط قيم البرامترز ديت يا جماعه. مثلا هحط علي وهاخد الكوما واقول مثلا يعني 30. حلو كده، انت هعمل كنترول، هعمل كنترول اس. حلو كده، يبقى انت عايز تقول ايه؟ عرف لي متغير. جميل، المتغير ده هيشتق قيمته من مين؟ من المعادله اللي اسمها بيرسون. جميل، المعادله اللي اسمها بيرسون ديت مالها في اثنين بارامتر. حلو، البارامتر الاولاني عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ وده في حاله المتغير اللي اسمه علي راح يكون عباره عن ايه؟ علي. البارامتر الثاني عباره عن ايه؟ عباره عن ايش؟ وده في حاله المتغير اللي اسمه علي راح يكون عباره عن كام؟ عباره عن 30. جميل؟ جميل خالص. فينا بقى نعمل ايه؟ نطلع بجمله تصريح، نستخدم بقى جمله اظهار. document dot write، وفي document dot write انت عايز تكتب مين؟ عايز تقول لي بص والله يا برنس انا عايز ال variable او ال object اللي اسمه علي. حلو جميل، عايز ايه فيه ال object اللي اسمه علي؟ اهو بمجرد ما انت تكتب علي بيقول لك ده object. عايز ايه فيه؟ انا عايز dot نيم، عايز الاسم بتاع، علامة سيف، هتلاقيه يطلع لك قيمة علي. يبقى علي ده اسم مين؟ اسم الأوبجكت، ودوت الفصل ما بين الأوبجكت وما بين النيم اللي هي عبارة عن مين؟ اللي هي عبارة عن الخاصية. حلو كده، أنا دخلت لك الأمور كلها في بعضها. ممتاز. طيب لو حبيت مثلا تقول إنك برضه زائد، خلينا نقول علي دوت ايج، هتلاقيه يكتب لك 30. ممتاز، لو انا كمان حاولت نقول نعمل دبل كوتيشنز ومساحه فاضيه في النص وزائد، وعلشان يعني ما يبانوش الاثنين دول كده، ده الشاهد في القصه دي يا جماعه. دي الطريقه اللي سر رغوتها في انك بتحاول تجهز البلو برنت، وبعدين ممكن تستخدم اي عدد من الفاريبلز يا جماعه، اي عدد من الاوبجكتس، والاوبجكتس اللي انت راح تعرفهم راح يشتقوا قيمهم الاساسيه من البلو برنت اللي انت مجهزه له فوق. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني انا ممكن اخد نفس السطر ده بكوبي واعمل له بيست واعرف فاريبل تاني مثلا اسميه سمر، واقول مثلا هي اسمها سمر، وتقريبا مثلا يعني نقول 25 او 26، هي 25 سنه. تمام، وهقول انا في جمله الاظهار تبعي هقول زائد بين دبل كوتيشنز، هقول برضه زائد تاني، وهكتب مثلا سمر دوت نيم. لو عملت سيف هيكتب لي سمر وانا ماشي. المهم يعني كده اني اقدر اعرف ما شاء الله من اوبجكتس استمرار العالم.